2019 كمان شهدت طرح ألبومات لأول مرة المطربة زي ألبوم زي الفصول الأربعة اللي نزله فنان محمد الشرنوبي. وعلى قد ما الناس كانت مستنيه الألبوم مستنيه تشوف أول تجربة لمحمد الشرنوبي، إلا للأسف إن بعد ما نزل الألبوم حصلت خلافات بينه وبين الشركة المنتجة واللي وصلت إلى ساحات الخضاء وإلى الآن لم يتم حلها. وكمان كان في 2019 عندنا أول ألبوم لمحمد شاهين ده اللي جاي، الالبوم اللي طال انتظاره من بعد نجاحه في ستار اكاديمي واستنينا نشوف اول تجربه ليه، وفعلا نزل في 2019 والالبوم ضم 12 اغنيه. 2019 كمان كان فيه تواجد للفرق الموسيقيه والبندات، وكان من اهم الفرق اللي نزل في 2019 البوم واما الصيف ابتدى. الالبوم ضم 10 اغاني وكان من اجمل الاغاني اللي فيه اغنيه شمس بحر اللي اتصورت كمان بطريقه الفيديو كليب. بقيه الفرق اللي نزلت البوماتها كان البوم ابناء البطه السوداء لكايروكي ولون الكاكاو لفريق بلاك تيما والبوم حوادتنا لفريق بساطه. دي البومات الفرق اللي نزلت. ايه الفرقه اللي انت بتحب تسمع اغانيها وبتحب تحضر حفلاتها؟